حل مشكلة جاري، المراجعة في الحدث الجديد، حل مشكلة عدم ظهور الحدث، حل أي مشكلة عندك في التيك توك. لأنه في الفيديو ده أنا هخليك تتواصل مع التيك توك دايركت مباشر، يعني مش هقول لك بقى خش على موقع وخش على التيك توك، لا سيبك أنت من القصص ديت، أهم حاجة تمشي على الخطوات اللي أنا هقول لك عليها. لكن قبل ما أبدأ كده، أنا ما ببخلش عليك بأي معلومة بوصل لها، يعني أي حاجة لو حتى المفروض تبقى برايفت بيني وبين التيك توك، فأنا بطلع وأجيبها لك في فيديو زي الفيديو ده مثلا، فأنا عايز أعلى عدد ممكن من اللايكات يا جدعان. يعني زي ما انا بقدرك فانا عايزك تقدرني، هسيب لك لينك تحت الفيديو ده تقدر تدعمني عليه من التيك توك. يعني الموضوع مش هيكلفك حاجه. دلوقتي عايز تصلي على النبي، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك في القناه، تفعل جرس التنبيهات، تتابعني على الفيسبوك على الانستجرام على التيك توك، والحاجات دي كلها بننزل عليها حاجات لكن مختلفه يا جدعان. يعني انت لو مش متابعني عليهم فانت الخسران. دلوقتي عايزك تصلي على النبي ونقول يلا بينا. دلوقتي احنا معانا خطوتين. اول خطوه ان احنا لازم نعمل ريبورت من التيك توك، تمام، وناخد سكرين بالمشكله اللي احنا كتبناها. تاني خطوه وان احنا هنخرج نكلمهم على الواتساب. ايوه يا جدعان، على الواتساب، انت سمعت صح، هنكلمهم على الواتساب، تمام، ونبدا ان احنا نبعت سكرينه الاولانيه. ازاي؟ مش فاهم اي حاجه. صلى على النبي. هتفتح التيك توك، تمام، هتاخد سكرين شوت للمشكله بتاعتك، سواء جاري المراجعه، الحدث مش شغال مثلا، بيقول لك بيظهر في بعض المناطق، مش اي حاجه، اي مشكله عندك، تمام، هتاخد لها سكرين وتفتح، ندوس على علامه الاستفهام اللي تبقى في الجنب ديت، وهتلاقي بقى شويه حاجات كده يقول لك المهمات ما بتتحسبش، الرصيد ما بيتضافش، الشحن مش عارف ايه، اضغط على اي حاجه منهم، تمام، هيظهر لك مربع كده تكتب فيه رساله، اكتب فيه رساله بالمشكله اللي انت بتواجهها بالانجليزي بالعربي باي حاجه، هم بيقروا كل اللغات ده لو بيقروا اصلا، تمام، وتعمل، هتلاقي تحت كده بيقول لك تحميل صوره، ممكن تحمل اربع صور، فانت لو عندك كذا مشكله او عندك كذا سكرين للمشكله بتاعتك ممكن ترفع اربع صور، مفيش مشاكل، ممكن ترفع صوره واحده. هترفع الصوره قبل ما تعمل ارسال او اي حاجه، هتاخد سكرين بالكلام اللي انت كتبته كله، تمام، خدت سكرين، اعمل ارسال. عملت ارسال، ايه بقى الجديد يا عم احمد؟ انا عارف الكلام ده كله. الجديد يا صديقي، شايف الرقم اللي ظهر لك في الشاشه ده؟ ده رقم تيك توك بونص. كانوا كلموني عليه قبل كده، كانوا بيعملوا احصائيه او حاجه زي كده، فانا كنت كتبت الرقم وهم كلموني. الرقم ده انا هسيبه لك تحت الفيديو في اول كومنت، تمام، اعمل له نسخ او اكتبه زي ما هو وسجله عندك، وابدا ان انت كلمهم على الواتساب. هتكلمهم هتقول لهم ايه؟ فاكر السكرين اللي استخدمناه من شويه؟ في سكرين كده خدناها وتلف دول سكرين قبل ما تعمل ارسال. هتاخدها تبعتها لهم وتقول لهم ان انت عندك مشكله في جاري المراجعه مثلا. عندك مشكله في الحدث مش شغال، عندك مشكله في مثلا سحب البيبان مش راجع ولا مش، عندك مشكله في الفلوس ما بتوصلش، اي مشكله يا جدعان، تمام؟ وهتكلمهم على الواتساب، تمام؟ وزي ما انا اقول لك تقول لهم المشكله بتاعتك، ولما يلاقوا نفترض الفيديو ده شافوا 20,000 واحد، تمام؟ ال 20,000 واحد لو دخلوا عملوا زي ما انا قلت كده، فبكل تاكيد التيك توك هيحل المشكله عندك وعند ده وعند ده وعند ده، وكل ما العدد بيكون اكتر كل ما المشكله تكون هتتحل. فانا عايزك تمنشن او تشهير الفيديو ده مع كل اي حد تعرفه عشان يشوف الفيديو ويشوف ازاي هيعمل الطريقه. بس كده يا جدعان، وان شاء الله كل المشاكل بتاعتنا هتتحل مع التيك توك، سواء عندك انت مشكله في سحب، في شحن، في جاري المراجعه، جاري المعالجه، في اي حاجه منهم. زي ما انا ما بخدش عنك في الفيديو ده، فاتمنى ان انت ما تبخلش عليا، ان انت تدعمني باللينك بتاع التيك توك، هسيبه لك تحت زي ما انا قلت لك في اول كومنت وفي صندوق الوصف، وتدوس لايك للفيديو وتشيره مع اصحابك، تشترك في القناه لو انت مش مشترك، تفعل جرس التنبيهات، وتابعني على الفيسبوك على الانستجرام على التيك توك، الحاجات دي كلها هسيبها لك تحت في الديسكربشن، ممكن تتابعني عليها، تمام. وبس كده، واشوفك ان شاء الله في فيديو تاني. سلام.